خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين في اللعنة والنار خلودا أبدية لا نهاية له، لا يخفف عنهم العذاب، بل عذابهم دائم شديد مستمر، ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون فيعتذرون. قال الله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى ولم يبقى عذر فيعتذرون، ولا ينظر الله إليهم نظر رحمة ورضا ولطف كما ينظر إلى عباده الصالحين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.